تجتمع الحياة في مشهد يجمع بين جريان المياه ونمو النباتات. فهنا في بلدية شحات، أو كما سماها الإغريق قورينا أو قوريني، يجري نبع أبولو، والذي تجري المياه فيه من أكثر من 2500 عام. وربما لهذا اعتبر الإغريق قورينا من المناطق الاستراتيجية والمهمة بالنسبة لهم. الأسطورة تقول أن الإله أبولو رأى الحسناء قورينا وهي تصارع الأسد، فأعجب بها وتزوج بها وسكن في هذا الكهف. مرت الأعوام سريعا، ورحل أبولو ورحلت قورينا، ولم يبقى سوى نبع أبولو والمنطقة الأثرية لتخبرنا بأساطير الماضي. ولكن هذه المنطقة صارت تتعرض مؤخرا لبعض الأعمال التخريبية من كتابات على الجدران وغيرها، والناتجة في الغالب من عدم الوعي بأهمية هذا الإرث الموجود في بلادنا. هذا الإرث الحضاري والتاريخي، هويتنا نحن، تتعرض لأشد أنواع الانتهاكات. يتم الجرف ويتم التخريب ويتم السرقة، كلنا نتفرج، كلنا مسؤولين. حافظوا على ما تركناه لكم، ربما كانت جملة ستقال من قبل الأغريق الذين تركوا بقورينا الكثير من حضارتهم وتاريخهم، ليتسنى لنا في الحاضر زيارتها ومشاهدتها وحتى الحديث عن جمالها وروعتها. منصف المنصوري لقناة ليبيا الحدث.